شائعة وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوضح أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، ويشدد على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم. الشائعة: زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل. الحقيقة: وزارة المالية تؤكد أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية. الشائعة: تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا. الحقيقة: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضح أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 من أكتوبر المقبل، وتشير إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. الشائعة: بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية. الحقيقة: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادية بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية. الشائعة: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بمقابل مادي. الحقيقة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح أن جميع كروت ميزة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أي رسوم إدارية وفقاً لقرارات البنك المركزي، وتشير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات. الشائعة: نفاذ المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محل البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، وتشدد على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكمية السلع المطروحة. الشائعة: وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محل البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي، وتشير إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل ثلاثة أفراد وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل. الشائعة: تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة. الحقيقة: وزارة الصحة والسكان تؤكد أن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أي تكاليف أثناء التجربة، وتشير إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة. الشائعة: إخلاء منطقة إسطبل عنتر بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم. الحقيقة: محافظة القاهرة توضح أنه تم توفير مساكن بديلة حضرية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها باعتبارها منطقة أيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين. الشائعة: إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020-2021. الحقيقة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.